السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم خاصة بالكتابة بخط جميل. إذا كما ترون أمامكم سوف نكتب لو بولونجي، هذا العنوان وهاتين الجملتين. إذا الآن لاحظوا معي كيف سنكتب العنوان لو بولونجي. لو إذا ب وجميع الحروف التي أصعد فيها مثل ب يعني ال أيضا وآش وكا، هذه الحروف أميل فيها في الأول ثم أنزل فيها بخط مستقيم. السر في الكتابة بخط جميل هو معرفة مقاييس كل حرف، ومقاييس كل حرف تحدثت عنها في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، الدرس الأول. في الدرس الأول ستجدون مقاييس كل حرف. سواء كان مكتوبا أو مينيسكول يعني بالحجم الصغير، أو مكتوبا أو ماجيسكول يعني بالحجم الكبير. دونك الآن سنكتب avec le blé. A avec le blé, avec le blé. On fait de la farine. لاحظوا. On. Fait. De la farine. الحروف في الفرنسية عندما ننزل دائما لنا يعني لا ننزل دائما فقط دوز انتغلين، اثنان انتغلين يعني ليس أكثر من اثنان. بالنسبة عندما نصعد هناك حروف التي تصل إلى ثلاث انتغلين، هناك من تصل اون انتغلين واحدة أو دوز انتغلين أو ثلاث انتغلين، أما في النزول فتوجد فقط دوز انتغلين، اثنان انتغلين. دونك اون في دو لا فارين. Avec la farine, avec avec la farine, on fait du pain. On fait du pain. Avec la farine, on fait du pain. Mets une bonne baguette. Mets une
بون، باغيت، une bonne baguette ne se fait pas en quelques minutes. Ne se fait pas en quelques quelques minute. إذن لنقرأ. Le boulanger, الخباز. Avec le blé. بواسطة القمح on fait نصنع de la farine الطحين نصنع الطحين avec la farine avec la farine بواسطة الطحين on fait نصنع du pain نصنع الخبز mais une bonne baguette mais ولكن une bonne baguette donc يعني رغيف او نعم رغيف الفرنسي الجيد باغيت هو هذا هذا هو باغيت داكوغ لا باغيت هي هو هذا الخبز يسمى بالخبز الفرنسي donc mais une bonne baguette يعني baguette une baguette جيده ne se fait pas لا تصنع ne se fait pas لا تصنع en quelques في بضع minutes دقائق لا تصنع في بضع دقائق d'accord إذا لاحظوا هنا في الكتاب le boulanger avec le blé on fait de la farine avec la farine on fait du pain Mais une bonne baguette ne se fait pas en quelques minutes. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.